انتهت المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات البرلمانية المصرية، وبالتالي بتكتمل خارطة الطريق، وبعد أيام قليلة بيصبح البرلمان الجديد في مصر حقيقة. وأيا كان شكل البرلمان ومكوناته وأفكاره، فقد أصبح أو بقى شيء واقع علينا، وعلينا أن نتعامل معاه كسلطة تشريعية قائمة ومؤسسة من أهم مؤسسات الحكم في الدولة، خاصة أنه استكمال لخارطة الطريق التي وضعتها ثورة يونيو التي أطاح فيها الشعب بجماعة الإخوان المسلمين. خلينا نقول هنتكلم عن أهم الملفات المطروحة وعن أهمية هذا البرلمان في تاريخ مصر الحديثة الحديث. خلينا نتكلم ونستقبل ضيفنا السيد رجب شرنوبي، والمدير التنفيذي للجنة رد المظالم الحقوقية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا. خلينا نتكلم يا فندم عن البداية خالص، عن أهمية هذا البرلمان في تاريخ مصر الحديث. الأول نقول مبروك لمصر والمصريين، مبروك للقيادة السياسية، مبروك لكل البلد باكتمال الضلع الثالث من خارطة الطريق ووجود السلطة التشريعية. وبتأتي أهمية البرلمان القادم من أهمية المرحلة اللي بتعيشها مصر. مصر كانت محتاجة الضلع الثالث يكمل، وكانت محتاجة السلطة التشريعية، عشان الفترة اللي فاتت ده بيعتبر متغيرات كتيرة جدا في خلال السنوات اللي فاتت، وخصوصا بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين وحكم الرئيس المعزول محمد مرسي. ده في رأيي أخطر وأهم البرلمانات المصرية على الإطلاق. ده أنا بسميه دايما برلمان تأسيس الدولة المصرية. فبنحمد ربنا وبنشكر فضله أنه تمت الخطوة دي على خير. عندنا كتير من المهام الكتيرة اللي سوف تلقى على عاتق هذا البرلمان. هي فعلا بس نشوف فبصدر يعني بسيطة جدا من الشعب المصري والمواطن المصري البسيط، وأماله وطموحاته من البرلمان القادم إن شاء الله. تفضلي. نائب، بيكون نائب للبلد اللي هو انتخبوا فيها، اي مشروع ما بيتاخرش فيه، اي مصلحه عامه للمجتمع للشعب بيقوم بيها بدوره. ده شيء اكيد انه لازم نخدم اولاد منطقته ويقف جنبيهم ويشوفهم ما عايزين ويعملوا. المفروض النائب يقوم بخدمه المواطن، ما يقولوش هات 1000 جنيه واخدمك. المفروض عايزين واحد يكون حر راجل. أنا لغاية دلوقتي بدي الصوت لحد، لأني شايف محدش يستاهل صوتي. أنا عندي ورع عايز أخلصه، مش عايز أخلصه، مطلوب مني فيه 100,000 جنيه. فما فيش عدو بيجي إلا ياخد كرسي لنفسه. فمش لاقي حد يكون صح في البلد. أتمنى إن هو يقوم بكل الوسائل اللي هي تميز للمواطن يعني السبيل في إن هو يمشي في مجال تحت يعني النجاح للمجتمع. إن هو مثلا يمثل المجتمع، إن هو يخلي حاجة كويسة يعملها تفيد، زي مثلا نظام النظافة، يوصل للحاجات اللي هي المهمة اللي هي تساعد تخلي الواحد يعني ما بقاش عليه ضغوط ان هو ينزل يكافح فيها. يعني على الاقل يذلل لنا العقوبات اللي بنشوفها طول النهار في الشارع، يعني حاجات زي الزباله، زي المواصلات، المفروض منه كده كلام ابسط الامور. يعني ده لو في حاجه تانية زياده المفروض تتعمل. اهم حاجه النائب البرلمان ما يكذبش، يكون صريح مع نفسه، صريح مع دايرته. واهم حاجه برضو ان هو يكون يساعد الناس. يعني هو دوره ان هو عضو مجلس الشعب، يعني بيمثل الشعب ويمثل دايرته في المكان اللي هو فيه. فالمفروض ان هو يشوف الناس اللي في دايرته محتاجه ايه ويعملها له. لازم يعرف مشاكل منطقته ايه، مش عشان دفع فلوس المفروض يروح البرلمان يلمها. كل واحد دلوقتي كده دفعت في الانتخابات 1,000,000 جنيه، ارجع لموها. خلينا نتفق يا فندم ان دور البرلمان هو الرقابه والتشريع، تشريع قوانين ورقابه على اداء الحكومه. بس من التقرير اللي احنا شايفينه بيبقى المواطن المصري همومه ونقدر نقول معيشته اليوميه عملا وانتاجا ومعيشه وحمايه من اهم اولويات البرلمان. لسه المواطن شايف ان دور البرلمان او دور النائب هو دور خدمي. طبعا ما ننكرش ان التشريع ده ورقابه الحكومه هي كلها اساسيات، يعني فكره ان انا هراقب
الاسعار اذا غلت، ما كل ده بيصب في ما هو فاهم، لانه هو شعب بسيط وجميل بس مهموم. ما هو لو كانت المحليات بتقوم بدورها الطبيعي ما كناش في حاجه ابدا للجزء الخدمي او للجزء الخدمي في دور عضو البرلمان. صحيح، عضو البرلمان بمجرد نجاحه عن دايرته بقى اسمه عضو دولة. شغلته مش سوري في اللفظ، مش ماسورة صرف صحي ولا حنفية مية، ده شغل محليات. صحيح، بس هي الصورة النمطية لعضو البرلمان من يوم او منذ ما أسس اول برلمان في مصر بنتوارثها وبتتوارثها اجيال في اجيال. فكرة تغيير الثقافة دي هتاخد وقت. طب ما دور المحليات هنا بقى نيجي كمان. هنا نيجي لاصحاب الفكر الجديد ونيجي للإرادة السياسية للبلد. كل رئيس مجلس مدينة أو حي لازم يفهم أنه هو موجود هنا عشان يخدم الناس. شغلته خدمة الناس، مش شغلته أبداً أنه ياخد حتة أرض فيبني عليها عمارة، يبني عليها برج، يحقق أرباح كده بقى رئيس مجلس مدينة ناجح أو رئيس حي ناجح. دي مش شغلته، شغلته هو بأدي دور خدمي. صحيح، امتى احس ان هو ناجح؟ لما الناس اللي في المنطقه بتاعته يبقى عندها ابجديات الحياه، 1 2 3 4. صحيح معذور، مش هقول لك لا، معذور، عنده امكانيات الى حد ما، بس الى حد ما احنا محتاجين نشتغل على الارض. دور مجلس النواب او عضو البرلمان ده دور تشريعي رقابي، عنده مهام كتيره جدا مطلوبه منه، مش مطلوب يضيع وقته ابدا في الكلام ده. يعني الحمد لله الملف بتاع البرلمان وطبعا بيخلص او خلص يعني، بس الفكره نفسها ان احنا عندنا ملف اقوى وملف المحليات. طبعا. صحيح؟ طبعا. طيب خلينا نقول ايه اهم الملفات المطروحه امام البرلمان القادم؟ لا، ملفات كتيره، ده احنا البرلمان القادم مطلوب منه اولا او اولوياته كمان في اولى جلساته مثلا. مثلا هو مطلوب منه عندنا اهم شريحه في البلد غير مستخدمه الى الان، غير موظفه الى الان التوظيف الصحيح، الشباب. عندنا الشباب مطلوب بأسرع ما يمكن حل مشاكل الشباب، حل مشاكل البطالة. عندنا ثروة بس احنا مش واخدين بالنا منها، مش عارفين نوظفها كويس. طب حضرتك يمكن تفتكر كمان أبرز الملفات الاقتصادية اللي ممكن تكون موجودة؟ البلد محتاجة تتحرك اقتصاديا، احنا عندنا الدولار عدى 8.5 جنيه. الكل لازم يشارك في يعني المناخ الجديد في البلد بما فيهم رجال الاعمال. رجال الاعمال مطلوب منها هي كمان او هم كمان ان هم يبتدوا يستثمروا استثمار حقيقي في البلد، يبتدوا يفتحوا منشآت، يفتحوا مصانع، يفتحوا مشروعات يشغلوا فيها الشباب. كل ده مهم. فملف الارهاب مهم جدا طبعا. احنا مش بس محتاجين تشريعات، احنا محتاجين نفعل التشريعات اللي موجوده على الارض. البلد بعد الظروف اللي فاتت زي ما دايما بقول خلاص الطياره طلعت، مش محتاجه تقف، مش محتاجه تسكن لحظه واحده في الجو. الطياره اتحركت ومحتاجه مننا كلنا ان احنا نساعد في الحركه. مطلوب دايما نكون دايناميك ماشيين على طول لقدام، ما نبصش ورانا ابدا. حضرتك في يمكن بيقال ان في غياب لقطاعات اساسيه في هذا المجتمع عن البرلمان القطب، يعني مثلا في غياب للعمال والفلاحين، او يمكن يكون تواجدهم بنسبه قليله جدا. حضرتك شايف ان ده تواجد ايجابي ولا غياب سلبي؟ طبيعي جدا غياب الشريحه دي عن البرلمان، لانه ما بقاش عندنا عمال وفلاحين وفئات. التقسيمه الجديده بتاعت مجلس النواب حرمت للاسف الشريحه دي، لانه بنت بتتكلمي عن افقر شريحه في مصر عمال وفلاحين، بس من اهم الشرائح في مصر. مهمه جدا طبعا، جدا. احنا مدينه زراعيه في الاساس، سيبك ان احنا خلاص يعني الزراعه عندنا بقت معدومه، بس سوري الفلاح الوريث الشرعي للدوله المصريه. بس معلش، هو اكتر حد في البلد دي مظلوم فلاح. صحيح. فانت بتتكلمي عن شريحه ما تملكش المال اللي يقودها لانها تخوض معركه الانتخابات. ده شيء محزن طبعا، محزن جدا. محزن جدا لما يبقى الصراع يعني في موضوع البرلمان او الترشيح بتقوده او بيقوده المال السياسي او كده، ده شيء محزن جدا طبعا. يمكن امام هذا المجلس عشرات القوانين اللي صدرت
في صورة قرارات جمهورية. معظم هذه التشريعات يمكن تعالج قضايا اجتماعية واقتصادية هامة وخطيرة، يعني منها مثلا قرار إلغاء الدعم وأسعار الخدمات والخدمة المدنية، يمكن ده قانون ناس كتير قوي كان فيه معارض ومتفق عليه. حضرتك شايف أنه هيتم مناقشة هذه القوانين؟ شوفي أنا أتمنى، مش فكرة أنه شايف أو مش شايف، أتمنى كل القرارات أو القوانين اللي صدرت من رئاسة الجمهورية تناقش، لان ده وضع طبيعي جدا. البرلمان معمول عشان نناقش فيه، عشان نبتدي نحلل ونشوف الدنيا رايحه على فين. بس انا وجهه نظري يعني بالنسبه لموضوع الدعم خصيصا، الدعم الى الان ما وصلش اصحابه، ما وصلش اصحابه ابدا. الدعم المفروض نوجهه في المكان اللي يجب ان يوجه اليه، يوصل للمستحقين يعني، لمستحقيه، وحته مستحقي دي نحط عليها تحديد تحت وتحديد دقيق جدا. صحيح. يعني صحيح. على عوامها كده في النهايه هو ما بيوصلش مستحقين، لان شغالين بنفس الاديات. بس هل انت عايز تضيف اي حاجه على فكره الاولويات او المهام او اهم القرارات او اهم التشريعات اللي حضرتك شايف ان هي المفروض تكون موجوده على الاجنده، اجنده البرلمان؟ هو طبعا احنا محتاجين زي ما قلت من قبل شويه في رأيي، يعني عشان انا الشريحه دي مهمه بالنسبه للعمال والفلاحين، انا محتاج عموما انه النائب لما يجي يناقش اي قرار او اي تشريع خاص بفئه من الشعب، انا رأيي انه يلبس، يبتدي يرتدي ثوب الفئه دي، ويبتدي يقيس اثر القرار ده عليه قبل ما يوافق عليه او يرفضه، وشوف النتائج في صالح الفئه دي هتتماشى معاها، هيتقبلوها او مش هيتقبلوها. اتمنى انه مش بس احنا رايحين عشان نوافق على قرارات، لكن رايحين عشان نعيش القرارات دي، نعيش حالتها، ونعرف هي هتاخدنا على فين، واحنا ماشيين رايحين لفين بالظبط، عشان في النهايه الاقي عندي توافق مجتمعي، ما يبقاش عندي شريحه مهمشه او مظلومه وشريحه تانية حاسه يعني بال. من وجهه نظر حضرتك شايف شكل الحكومه القادمه ازاي، او توقعاتك لشكل الحكومه القادمه؟ هي مش توقعات، انا اتامل انها تكون حكومه توافق وطني بتمثل كل الشرائح وكل التكتلات السياسيه الموجوده، عشان تستمر الاكبر فتره ممكنه، لان احنا في الحقيقه مش حمل اي هزات حاليا. انا اتمنى ان الكل يتكاتف ويبقى عندنا شيء من الانتماء للبلد دي، لانه مصر بلد عظيمه طبعا، محتاجه مننا ان احنا نتشرف بيها، او بالاحرى هتتشرف بينا. ازاي يعني فعلا نقدر ان احنا ننمي الانتماء ده، ونقدر ان احنا نبني مصر بعد البرلمان القادم، يعني او ظل وجود البرلمان القادم؟ نقدر، بس ما فيش حاجه بتيجي مره واحده. طول ما احنا ماشيين في الطريق الصحيح، وطول ما عندنا متمسكين دايما بمساله انه يكون في عداله، يكون في دوله سياده القانون، يكون في حاجات زي كده، الانتماء هيتولد او هيزيد اوتوماتيك. امثله كتيره، مثلا لما جينا في 25 يناير، شوفي حضرتك الميادين كانت قد ايه، والناس كانت موجوده فيها قد ايه، وشوفي حضرتك في 30/6 30 يناير ايه اللي حصل. المصريين لما بيحسوا بالخطر بينزلوا، بس احنا دايما للاسف بنستنى للحظات الاخيره، احنا مش دايما بنخطط لقدام. انا على فكره عاوز ابص على مصر بعد 10 سنين، مش عاوز ابص على مصر النهارده ابدا. انا لو متخيل ان انا هقدر اغير مصر النهارده، سوري في اللفظ، ابقى مش دقيق. انا عاوز مصر بعد 10 سنين، ومين في وضع القياده ده بس اهم حاجه فعلا مؤسسات الدوله كلها يعني تكون بتعمل زي ما حضرتك بتامل. يعني فكره لو احنا عندنا مثلا في التعليم يكون عندنا خطط طويله المدى، والله انا يعني في خلال 5 سنين هحقق كذا، انا في خلال 10 سنين ده هحقق كذا، يكون في بس ايه تحقيق، يعني جدول زمني لتحقيق المطالب، بس عشان نكون بس واقعيين. عشان تحل مشكله انت مضطر اولا تشخصي ما هي المشكله، واهم حاجه الاعتراف بالمشكله. اصل احنا ما بنعترفش بالمشكله ساعات. اهم حاجه في العلاج التشخيص. احنا انت فتحت موضوع التعليم، طيب هناخد جزء بسيط من التعليم، التعليم الفني. انا عندي تعليم فن في مصر، الدوله بتصرف عليه مبالغ طائله، هل بيؤدي وظيفته؟ ابدا، مع انه من اهم القطاعات اللي المفروض يتم تنميتها. الدول الاوروبيه والاجنبيه دايما العامل والصنايعي عنده قيمه مجتمعيه كبيره جدا، صحيح، عنده تعظيم سلام من المجتمع.
احنا في مصر سوق العمل بره بيتطلب هذه المهارات. احنا بنتعامل مع الصناعي او المهني هنا او صاحب الحرف هنا على اساس انه شيء سوري مجتمعيا قليل. صحيح نظره المجتمع ليه ده مش حلو. ليه؟ اولا العامل او المهني او الصنايعي ده احد اهم الاطراف الرئيسيه اللي بتضيف الى الاقتصاد المصري قيمه حقيقيه. بمعنى انا لما اتكلم مثلا على الفلاح, وده ضلع مهم جدا في المثل. الفلاح في نهايه المطاف بيرمي بذره في الارض بتطلع شجره, الشجره بتديني ثمره. بدون الثمره ولا التاجر هيشتغل ولا انا هلاقي حاجه كلها. فهمتيني؟ فاذا الاساس بتاعنا فين؟ عند الفلاح. وبالتالي الصنايعي والمهني نفس الحكايه, بيضيف حاجه ماديه ملموسه. مش معنى كده ان القطاع المساعد ما بيقدمش, لا ده مهم جدا عشان بيساعد المنتج انه يديني انتاج. بس احنا دايما لازم نبص للمساله بشيء من الواقعيه شويه. وبالتالي موضوع التعليم الفني محتاج اعاده نظر, محتاج انه في النهايه يكون عندي صنايعي حرفي مهني فعلا يطلع سوق العمل يلاقي شغل يشتغل فيه ويلاقي مردود مادي ومردود ادبي يساعد الاولاد ويخليهم عندهم عمليه تحفيز انهم يخشوا التعليم الفني. بغير كده طول ما التعليم الفني بنتكلم بيه بصوره نظريه, طول ما هو شيء نظري مش هيبقى فيه تعليم فني, وبالتالي هتضيف ملايين الى الملايين بدون عمل مع حاله ركود اقتصادي, لان انا مش عارف استغل الناس لاني مش مؤهلهم كويس لسوق العمل المطلوب. ويمكن كمان البعض بينتظر النظرة للملف الأهم كمان هو ملف الصحة. احنا تصرفنا ملف التعليم ومن أهم الملفات أكيد المطروحة على البرلمان ملف الصحة. أكيد الناس بتأمل أن الملف ده ينظر له نظرة مختلفة. حال المستشفيات في مصر حل يسر, حال الدكاترة وكادر الأطباء حل يسر. فمتهيالي يعني أقول لحضرتك تعليق حضرتك. تعليق لأنه أنا مش محتاج مستشفيات جديدة, أنا محتاج أحدث المستشفيات الموجودة أولاً وخليها تعمل بكامل طاقتها ثانياً, ومحتاج الكادر الطبي يكون مؤهل نفسياً ومادياً أنه يتعامل مع الجماهير. الكادر الطبي الموجود في المستشفيات بصفة عامة أو إلى حد بعيد عشان أكون دقيق في اللفظ بيتعامل مع المرضى أو مع المرتدين على أنهم يعني جاي يتعالج ببلاش. لا يا ريت هو جاي بيتعالج ببلاش ايه ده, لازم يدفع فلوس قبل ما يدخل المستشفى. وبالتالي بيتعامل هو مبالغ طائله يعني. هو ما بيتعاملش بيتعامل عليه كانه بيمن عليه, وده الحقيقه مش كويس. بس عشان برضو اشخص المشكله صح وعشان احل صح لازم ارجع اشوف هو الدكتور ده عشان يديني انتاج منتج صح في المستشفيات بتاعتنا دخله كام؟ معلش سوري دخله كام؟ انا طبعا عارفه حال الوكاده الاطباء حالهم انه ايوه هنا انا ما ببص, ما ينفعش ابص على المشكله كده من الجنب او من صيد واحد. انا المفروض اما اجي انظر للمشكله او احاول احلها ابص لها بشكل كامل, ناخد عليها مسكه راسي ونشوف الدنيا رايحه فين. فزي ما انا قلت دايما احنا عندنا مش عاوزين نبقى متسرعين, عاوزين نخطط قدام ونبص على بلدنا بعد عده سنوات ومن النهارده نشتغل. عندنا قياده سياسيه قالت بنشتغل من 5 الصبح وبيصحى 5 الصبح ويشتغل. انا مش محتاج بس ان هو يشتغل, انا محتاج كلنا نشتغل. صحيح ما حدش ينفع يشتغل لوحده. انا مش طب حضرتك شايف ان في تشريعات متعلقه برضو بحقوق الانسان لابد من مناقشتها في البرلمان القادم؟ بما ان احنا بنتكلم اصل ده برلمان الشعب وكل ما يشرع في صالح الشعب وصرع همومه ومعيشته والحاجات اللي بتتطرق ليومه. لان زي ما احنا شفنا في التقرير الناس مهتميه جدا بالامن ومهتميه جدا بالحمايه ومهتميه باكل العيش ومهتميه بالامان في الشارع يعني. فهل حضرتك شايف ان في طيب بس احنا نفعل التشريعات حقوق الانسان الموجوده, بس احنا نفعل في من التشريعات ما يكفي. بس كمان بس عشان نبقى بنتكلم صحيح بس اهم حاجه تفعيلها, اهم حاجه تفعيلها بس 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 برضه عشان نبقى نتكلم في الطريق السليم. لما يبقى فيه مخاطر على بلد ما مفيش حاجه اسمها انسان. اهم حاجه البلد نشتغل طول ما البلد مستقره. نتكلم في حقوق انسان, نتكلم في ده مهان ده كذا ده كذا زي ما قلنا مفيش مشكله. المهم ان البلد تكون مستقره. سوري يعني هو هي يعني الظروف اللي بتخلينا بنتكلم بالشكل ده عشان احنا محتاجين زي ما قلت لك نتحرك لقدام. فمش محتاجين بس تشريعات, بس طب نفعل التشريعات الموجوده كفايه. طب اخيرا يا فندم السؤال الاكثر ترندنج او اكثر حاجه متداوله ما بين المصريين, مين هشكل الحكومه القادمه ومين هيكون رئيس البرلمان؟
لا ده مسألة لسه سؤال صعب؟ لا مش صعب مش صعب بس لسه هم السادة النواب هم ساعتها هيختاروا. طيب أمالك إيه للبرلمان القادم ورسالة للنواب أو نواب مجلس البرلمان الجداد؟ أنا أتمنى أن البرلمان يكون خالي من يعني من فكرة أنه التحزب أنه الكتلة دي تتبع كذا أو الكتلة دي تتبع كذا والحزب الفلاني بيحاول يفرض سيطرته. أتمنى أن يكون برلمان متوازن هادي بيعمل اللي عليه في هدوء ويشتغل في صمت كده عشان البلد تمشي وعشان نقدر نقف كلنا جنب بعض. ده المطلوب من البرلمان القادم انه يشتغل في الاجواء دي يعني. اشكرك يا فندم. سيد رجب شرنوبي المدير التنفيذي للجنه رد المظاليم الحقوقيه، بشكر تواجدك معنا واتمنى لك ان شاء الله توفيق ويوم سعيد. ورساله للمصريين توجهها في اخر الحلقه معنا. العمل العمل ولا شيء الا العمل، ليس لنا مناص او بد من العمل. اذا كنا بنفكر في او محتاجين بكره يبقى احسن من النهارده لازم نشتغل، مفيش عندي حل ثاني الا الشغل. مزيد من الانتماء، مزيد من العمل، هنلاقي ان شاء الله بلدنا كويسه وهنلاقي ان شاء الله المعيشه بتاعتنا تحسن. شكرا. خير ختام واشوفكم بكره ان شاء الله، وكرو عمل جديد، نهاركم سعيد ويوم سعيد عليكم.